مشوار الزراعي كان بالبداية مساعدات بسيطة مع أمي، وكنت أتعلم منها كل الأشياء البسيطة بالزراعة، كيف كانت هي متعلمة من سيدي الله يرحمه، لحديت ما وصلت للجامعة وبلشت أفكر بالموضوع أكثر من ناحية أنه كشخص بده ينضم لمجموعة الأشخاص العاطلين عن العمل. بلشت أفكر فيها بشكل أنه أنا كشخص بدي أكون حدا متفرغ للزراعة، وكان مخيف شوي نسبياً هذا الإشي، بس بالفترة الحالية بقدر أحكي أنه كونت خبرة خلال ال3 سنين اللي مرق، إن هذول من بعد الجامعة و4 سنين، جزء كبير منها قديش نعمل تجارب هان، جزء منها كمان من أشخاص ثانيين تعلمت منهم. أول حدا كانت هي أمي زي ما حكيت، وكمان شخص كثير ممتن له كمان اللي هو سعد داغر. أنا سعد داغر اسمي، فلاح. بحب أعرف نفسي كفلاح، فلاح بمارس الفلاحة البيئية. الفلاحة البيئية هي عبارة عن منهج عملي وفلسفي في نفس الوقت، يعني هي تجمع ما بين التطبيقات العملية والأبعاد الفلسفية في الإنتاج. هدفها إنتاج غذاء بدون سموم كيماوية، بدون ما تسبب في نفس الوقت أي أذى في الطبيعة وعناصرها. أي فلاح يبدأ تحول للزراعة البيئية هو بيبدأ يكتشف أشياء جديدة بذاته. عشان هيك أنا بسمي إنه الفلاحة البيئية هي عبارة عن حالة تدفق للوعي. بنحاول نوصل للسيادة الغذائية من خلال الفلاحة البيئية، لأنه هدفنا في النهاية إنه نوصل لإنتاج غذاء حر. السيادة الغذائية طبعاً الناس مرات بتخلط ما بين مفهومين، مفهوم الأمن الغذائي ومفهوم السيادة الغذائية. الأمن الغذائي بتعريفه هو القدرة على توفير الغذاء، بينما السيادة الغذائية هي الحق. في فرق كبير ما بين أن يكون عندك القدرة على توفير الغذاء بمعنى شرائه، وما بين أنك تمتلك الحق في أنك تنتج الغذاء اللي أنت بدك إياه وبالطريقة اللي بدك إياها. أخذنا الفكرة بالبداية، مش الكل استقبل الفكرة، وما حد شجعها أنك يا جمعية، ما حد شجعها، لا ستات ولا حتى أهلي في البيت، إنه شو اللي بتخرفي فيه وشو اللي بتحكي فيه. أجتني لحظات يعني يأس، خصوصا الناس اللي حواليك واللي بحبط فيك، يعني إنه بتجيب العامل بهرب، شو اللي بدي، شو بخبص، شو بتشتغلي أنت قاعدة. جبنا بفترتها عاملات ستات، رجال هربوا أو عزفوا عن هذا الشغل. بتحكي عن شغل خنادق، بتحط فيهم حطب، بتحط زبل، بتحط كومبوس. وثاني إشي فكرة جديدة، يعني مش مجدي، يعني مش 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 متأمل ياخدوا فلوسه أصلاً. المجتمع المحلي نهائياً كان رافض، أولهم عائلتي نهائياً، يعني ممكن أمي شوي آمن شوي باللي بحكي فيه، أما أبوي لا نهائياً، خاني لا، فاتي لا، كل اللي حكي بحكي فيه لا. بعد سنة من هالتجربة، بعد ما نجحت، صار أبوي سفي، يعني كل ما يلاقي حدا عملن في الجمعية، بنتي عملت زراعة بيئية، تعا شوفوا هاي بزرعوا بعملوا مصاطب، بدنا نطعم فلان خليه يشوف كيف طعم الخضرة بتختلف عن الخضار الثانية. صار مسوق لهاي الفكرة. أول ما بلشت أزرع حسيت أني بزرع بحب، بزرع بأمان، تعاملي مع النباتات، تشتيلي، إنتاجي بذور، كل هذا الإشي حببني فيها وخلاني أتوسع، خلاني أطلع على مستوى أكبر. أنا طموحي إنه يتسوق المنتج في البلد، بس المعارضة الشديدة من قبل المهندسين الموجودين عندنا، من قبل الأهالي اللي مش مقتنعين بالفكرة، حاسين إنها فكرة غربية أو فكرة بدها تغير مبادئ حياتهم وأسلوبهم. شوي بالفترة الحالية بلشوا يتحرروا، بلشوا يتوجهوا نحو هاي الزراعة، يعني بلشت، يعني جينا اتصالات بيان بدنا نسوي حدائق بيئية، كيف نسوي، كيف نبلش. بالنسبة لإلي أنا من حديقتي الصغيرة اكتفيت ذاتياً وسوقت، لأنه أنا أول تجربة لإلي أنتجت ما يزيد عن 1000 كيلو من مساحة 200 متر. المساحة الصغيرة في الأرض تستغلها بأكبر قدر ممكن من أنواع المحاصيل الزراعية، يعني ما بتخليش مطرح لو صغير فاضي، بتزرع الخس، بتزرع الشامر، بتزرع البروكلي، الكيل، الكالورابي، كل هيته مع بعض، وكل هيته لك تحكي عن ناحية اقتصادية، كل هيته مجدي اقتصادياً. زراعات الكيماوية اللي بيستخدم الرشوش والأسمدة، إنه هاي بتخلصوا منها الفرفحينة الموجودة في الملوخية وهي والعشب،
بحس لانها بالنسبه لهم ضاره. احنا لا، في الزراعه البيئيه لا بنخليها، لانه احنا اصلا بدنا نستفيد منها برضه من مصادر الدخل. في ناس بيهاجموا الفلاحه البيئيه من باب انه هي لا تنتج الغذاء الكافي. احنا بننتج من وحده المساحه حد ادنى الضعفين من الغذاء. هلا ليش انا بقول بركز على كلمه الغذاء؟ لانه في الزراعه الكيماويه بتم انتاج سلع. لما انا بزرع 1000 دنم من محصول الذره انا انتج سلع على السوق. بس لما انا ازرع 10 دنم باسلوب الفلاحه البيئيه انا انتجت غذاء متكامل. فلاحظ مصطبة صغيره عليها محصول 2 3 4. المحصول الرئيسي الباذنجان لما ينتهي المحصول او يقرب على الانتهاء، مثلا يصير في عندي ضايل له اسبوعين او ثلاثه وخلص بنتهي الانتاج، بنيجي شو بنعمل احنا؟ بنقص الباذنجان، ما بنخلعه خلع، بنقصه. بس قبل ما ينتهي باسبوعين بنزرع جنبه على طول مباشره محصول جديد. استخدمنا البلاستيك، اسفين، في مصاطب تحتها مصاطب بيئيه، بس استخدمنا البلاستيك لعدم توفر يعني كميه. ما بدنا نشتري قش انه نضلنا من المزارعين، احنا بدنا نقدر نوفر لما ضمننا هاي المزرعه انه كل شيء يكون موجود فيها، حتى القش اللي بدنا اياه يكون موجود. بنستنى عبين ما نقلم الاشجار، اشجار الليمون والخضروات، هذا الاشي بنستناه انه ينشف ونرجعه نعمله مصاطب نحط عليها قش عشان انه نستغني المصاريف، يصير عندنا صفر. اهم شيء يكون ايمان بالفكره نابع من الداخل، مش انا فكره مفروض علي. يعني هسه اللي بزرعوا الخيار البيبي ولا الخيار الربيعي ولا المزرعات الحقول الواسعه مرتبطه بشركه ولا مرتبطه بمصنع، بده مواصفات معينه. يعني بيطلع نص الخضار اغلبيتها تلف. ليش؟ لانه بس بده مواصفات معينه يبعتها لهذا المصنع. لا، طب احنا بالخضار البيئيه لا، المطعوجه اللي شكلها مش ولا بد كل هيته، يعني بدك تصل الى الناس اللي ماكلتها الحلزوني اللي ماكلتها الدودي عادي طبيعي عادي. يعني انا اللي بفوت المزرعه بلاقي حلزوني ولا دودي على الخسي ولا شو اسمه طبيعي كده هيك، وكل فيش اي مشكله. أنا بحب أقدم حالي على الحقيقة أكثر من أني أستاذ بالجامعة، بحب أقدم حالي على أني مزارع وفلاح، على اعتبار أنه في ارتباط روحي ووطني وإنساني بهاي المهنة بالنسبة لي بتعني الكثير. ليش يا بنات؟ ننوش؟ نينا؟ نينا؟ وين هنينا؟ تعي 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 تعي. لطالما أمنت بأنه أحد المكونات الأساسية لصمود الإنسان الفلسطيني أن يكون عنده اقتصاد ذاتي لا يعتمد إلا على الذات، لا يعتمد على الجهات المانحة ولا يعتمد على أي جهات أخرى، لأنه لا يوجد استدامة إلا بالتعامل مع الأرض. بحب العمل التعاوني والتشاركي بين الناس، وبعتقد أنه كان هو عماد استمرارية نمط حياة الشعب الفلسطيني، ومعنى أنه التعاون هو أساس الاستدامة. وهذا ما حصل، يعني بدأنا بعدد قليل من النحل، عدد قليل من الغنم، عدد قليل من الدواجن، وبدأنا بالتجريب عليه. بالنسبة للمزارع البسيط يفترض أنه يبدأ على نطاق ضيق وراكم التجربة، ويستخدم هذه التجربة المتراكمة حتى أنه يتوسع. في البداية ما كانش عندنا خبرة بالنحل إطلاقا، ولا كان عندنا خبرة بالغنم، كانت خبرة تقليدية وبسيطة، لكن مع الوقت راكمنا خبرة ووصلنا لهذا المستوى بحيث أنه يكون عندنا يمكن أدعي أنه أكبر مشروع لإنتاج العسل بالضفة، مزرعة الغنم مزرعة جيدة في إنتاجها. للأسف الشديد أنه بالسنوات الأخيرة بتلمس بشكل متصاعد أنه هناك نظرة دونية لعملية الفلاحة حتى من الفلاحين أنفسهم. هناك ضرورة أنه نربي أولادنا على أنه الإنتاج يجب احترام الإنتاج، وتحديداً الإنتاج الزراعي، لأنه الإنتاج الزراعي تحديداً في الجانب الفلسطيني على الصعيد الفلسطيني هو مرتبط بالأرض، والأرض هي أغلى شيء بالنسبة لنا. أساس الصراع بينه وبين الاحتلال قائم على الأرض.
احنا حقيقة أكثر الناس حاجة إنه نسعى للوصول إلى السيادة الغذائية، لأنه الاحتلال يتحكم بكل مفاصل حياتنا بما في ذلك الغذاء، وهو أهم شيء بتحكم فيه، لأنه مش ممكن إحنا نوصل لاستقلال حقيقي وإحنا ما بنقدر ننتج غذاء. ببساطة الاحتلال ممكن يقطع عنك الغذاء وبالتالي أنت تستسلم. مزرعة أم سليمان، يعني قبل ما أجي لهون ما كنتش أعرف عن قصة الأرض، تعلمت كل هالأشياء بس جيت شفت المستوطنة بخلقتي، كان هيك بصدم شوي كثير. وصرت يعني إنه بحس بأهمية إنه نكون هون إحنا موجودين، يعني علشان أراضي سي وعلشان الأراضي اللي مهددة بالمصادرة، وكل الوقت يعني الاحتلال بده إنه إحنا ما نكونش مرتبطين بأرضنا، ما نكونش عم نصنع يعني ناكل من أرضنا وننتج من أرضنا. الفضل يعود لرب العالمين وللأرض. الأرض هي السبب في إنه إحنا نشأنا وكبرنا وما احتجنا أي حدا. فلما كبرنا وإيش صار تعلق بالأرض أكثر وأكثر. يعني أنا لما أزرع بحد داري أزرع بحد داري الكوسة والفقوس والبندورة والفليفلي والباذنجان، كل إشي مزروع عندي، وأنا أروح ألقط وأستعمل وأطبخ وأعمل، يعني أنا بكون مرتاح نفسياً، أنا وولادي مرتاح نفسياً إني أنا أطعمت ولادي وعائلتي، إشي مضمون 100%، ما في هرمون ولا في، لأنه هاي سبب الأمراض والسرطانات اللي بتصير اليوم كلها من السماد الكيماوي. لما أنا بدي أزرع زراعة وحط عليها كيماوي أصبح الكرش اللي أنا بدي أختفش فيه برة، أنا بضر الناس. بس أنا زي ما بوتي أنا بأطعم الناس. عندك بورين محاطة من 4 جهات مش من 3 بالمستوطنات، بيمنعوا الفلاح الفلسطيني والفلاح البوريني إنه يوصل أرضه من أي جهة، من أي جهة بيحاول يطلع فهو ممنوع إنه يطلع على الأرض نهائياً، ولا يستغل الأرض ولا يوصلها. بيعرف إنه الفلاح الفلسطيني اعتماد كلي تقريباً في موسم الزيتون على الزيت والزيتون يعتمد، فبلشوا يحركوا في الزيتون، حركوا كميات كبيرة، مساحات شاسعة، يعني بالألوف بتنعد الأشجار اللي حركوها، وتعدوا على مواطن عنا هنا حاول يعمل بيوت بلاستيك، اتعدوا عليه وخربوا له وخلعوا له الأشتال وفزروا له التنكات. وإحنا بالتالي لا، راح نرد نزرع، وأنا هذول جايبهن وبسكيهن وبخليهن بيكبروا في أول الشتاء، في أول 11 بروح بزرعهن في المنطقة المحاذية للمستوطنة اللي بسموها منطقة سي، هي منطقة نسي ولا بيها جميعها إنا فلسطين. كنت دائماً أفكر إنه هذا إشي مستحيل وإشي كتير بعيد، لأنه كمان إحنا عايشين تحت احتلال وبالداخل ما فيش مثلاً عندنا كتير أراضي. كنت أفكر إنه هذا إشي يعني مش راح، يعني صعب إنه أنا بس بتخيل وإني أنا بدي أعيش بمزرعة أو بدي أشتغل بمزرعة، بدي يكون عندي أرض. وبس اجيت لهون وشفت قديش هن الناس اللي اسسوا هذا المحل تخطوا كتير صعوبات وكان عندهم الاصرار وهيك، اعطاني ايمان انه كل واحد فينا بيقدر يعمل هذا الاشي. بس انه تخيل، اسمح لحالي افكر فيه وتخيله وما ضلنيش حطيته كانه اشي مستحيل، لا، ومنقدر نعمل هذا الاشي ومنقدر نعيش بارضنا ومنقدر ننتج منها ومنقدر نعيش بالطلب الحالي بدنا اياه. خصوصية مزرعة أم سليمان بتتمحور في أكثر من شغلة، جزء منها شكل التسويق اللي بتقوم فيه للخضار اللي بتنتجها، القائم على الدعم المجتمعي أو الدعم الشعبي. عندنا نوعين سلات، السلة الكاملة والسلة الجزئية. السلة الجزئية هي 70% من السلة الكاملة. احنا من كل أسبوع بننقب إيش المحصول الموجود عندنا ومنوزعه على المشتركين اللي تبعونا. إني أول الموسم قبل ما نبلش زراعة الموسم بالمشتركين تبعونا
بدفعوا رسوم التسجيل لكل الموسم، واحنا هذا الاشي بيساعدنا انه نشتري الاغراض اللازمة والكومبوست والبذور. هن دافعين لكل السلات نفس السعر، وحتى لو انه مرات بتصير معنا مشاكل، بصير معنا اشياء اللي السلة بتطلعها اقل، فهن بتحملوا المسؤولية معنا، يعني بتحملوا الخسارة زينا، يكونوا شركاء لنا كمان بالمحصول وكمان بالخسارة. وأنا كمان كمزارع بمارس الزراعة البيئية أو الطبيعية بمختلف مسمياتها، بقدر أعتبر حالي شخص حر بالزراعة، عدا عن إني حر كإنسان بيشتغل بالزراعة، اللي هو ما مش مندرج تحت إطار وظيفي معين أو تحت مسؤول معين، فبالتالي إحنا والعيلة عنا كلنا سواسية، وكلنا مسائل عن حالنا، ما في حدا مسؤول عن حدا، وهذا الإشي كثير بصب في موضوع السيادة الغذائية، يعني إحنا كعيلة نقدر نحكي انه احنا بنمثل نموذج السياده الغذائيه، والسياده الغذائيه مفهومها كثير بسيط، ازرع اكلك. عشان نوصل لشيء فيه سياده غذائيه، اذا لازم انت تكون متحرر من القيود الاخرى اللي هي ممكن تتمثل في البذور المعدله وراثيا او المهجنه المستورده، ممكن تكون من خلال مدخلات الانتاج الاخرى كالمواد الكيماويه اللي كمان مسيطر عليها، أو التكنولوجيا. الفلاح البسيط الإنسان العادي بصير هو في النهاية محكوم للجهات اللي تنتج هذه التكنولوجيا. هاي البذور من السنة اللي فاتت بنكثرها من نفس الشتلات، وكل سنة بصير أقوى، كل ما تعودت بصير أقوى الشتلة نفسها. ترى إحنا بنخلطها في سكن، السكن هو معقم إلها وحافظ إلها كإيش عشان نخزنها داخل الدار عندنا. في عندي بامية على زمن ستي من بالضبط من حوالي 50-60 سنة، كانت أمي مخبيتهم وزرعتهم وطلعوا وأنا كنت صغيرة لسه من قبل 50-60، وصرت أجددهم من نفس البذور. للأسف حتى الآن السياسات ما بتدفع باتجاه إحداث تنمية زراعية حقيقية، تنمية زراعية بتقود إلى سيادة غذائية. ففي خلل عندنا في السياسات، إضافة إلى ذلك إنه في عندنا خلل كبير في الموازنات المخصصة للقطاع الزراعي، وهذا أدى إلى تدهور وتراجع في القطاع الزراعي. لما موازنة القطاع الزراعي ما بتتجاوز 0.5% من الموازنة العامة، إيش هو القطاع الزراعي اللي بده ينتج عن موازنة من هالنوع؟ إحنا كفلسطينيين أكثر الناس حاجة ل اتباع والسير في خطى ثابتة نحو الفلاح البيئي، حتى نقدر ننتج غذائنا بدون الاعتماد على المستعمر. وإحنا اليوم طبعاً واصلين لمرحلة، ما بقول إنها هي الشيء المثالي، ولكن الحراك الحاصل حالياً في فلسطين بقدر أقول إنه من أكثر الحراكات في المنطقة العربية نشاطاً. والفكر اللي بيحرك هذا الحراك هو مش فكر رومانسي أو فكر عبثي، لا، هو ببحث عن أجوبة عن جد وبحل في عقد وأزمات بواجهها الجيل الشاب. جزء منها، جزء مش كل، جزء منها الإشي المادي، والجزء الآخر هو ارتباطنا كشباب بالأرض. توجه الشباب زاد نحو إنهم يتحرروا ويكونوا مالكين نفسهم، حدا له سلطة عليهم، يتحرروا يزرعوا زي ما بدهم، اللي هم يفكروا فيه يعملوه. مجموعة طلاب أغلبنا كان وقتها في المدرسة، جزء كثير قليل في الجامعة، اللي حابين إنهم يشكلوا تجربة جماعية مع بعض إلها علاقة في الزراعة، كون إنه إحنا جزء كبير منا مش فلاحين، ما فيش هاي العلاقة القوية مع الأرض، وهالقد حابين ننميها. إحنا موجودين في مدرسة في البيرة
وقريبة كثير من دوار المنورة، فمنطقة حركة في المدينة. بتخيل كنا محظوظين لأنه لقينا هيك مساحة أرض، مش يعني هي تقريباً 800 متر مربع، بس قدرنا إنه نبني فيها مزرعة ونقدر نوفر غذائنا منها. بجوز كنا محظوظين نلاقيها، بس هي هلأ واحدة من الصعوبات لعدم استقرار وجود هاي الأرض. جزء منا كان مهتم يقرأ بفلسفة هاي الاقتصاد السياسي، وقديش إحنا الاقتصاد الرأسمال اللي إحنا واقعين تحته هو مستحيل يحررنا، فكنا عم نحاول إنه نقرن هاي النظرية اللي إحنا كل وقت عم نقرأها تجربة عملية، عشان كمان نقدر نحكم إنه هل فعلاً مثلاً إنه إذا بنرجع للأرض ممكن إنه هذا يساهم في انفكاكنا الاقتصادي مثلاً عن الاحتلال أو لا. أهمية الزراعة الحضرية في فلسطين هي كأنها عودة لإشي كان موجود أصلاً، هي مش إشي إحنا عمالنا بنخترعه أو من، ولكن هي فعلاً عودة للحياة الفلسطينية ما قبل كل هاي التغييرات اللي إحنا مرقنا فيها. فكسبنا كثير معرفة غنية عن الزراعة والزراعة البيئية وعن طريقة التعامل مع الأرض ومع الطبيعة وعن دورة الحياة اللي موجودة اللي إحنا صرنا نكون جزء منها، وهذا كان من أجمل الأشياء في هاي التجربة. كانوا عم برشدونا أكتر إنه نروح باتجاه الزراعة البيئية لا أكثر من سبب، في أسباب اقتصادية، في أسباب بتخص الأرض برضو واهتمامنا بالأرض، وبرضو عشان ننمي علاقتنا بالأرض وما تكونش علاقة بس اقتصادية، يكون في إشي روحاني وفي إشي بتعلق بالهوية. موضوع القيم لا يقدر بثمن الحقيقة، وحتى أنا بعز علي لما بيتم تقييم مشاريع زراعية من ناحية مادية فحسب. للأسف الشديد الجانب الروحي أو الجانب المعنوي في الموضوع لما نعمل دراسات جدوى ما حد بيتطرق له. خلينا أقول في المشروع التعاوني تبعنا، أنا بعطيني راحة نفسية وقوة هائلة، لأنه أنا وين ما أروح في حد بحل محلي ببساطة من دون ما يكون ما بيننا حساب في هذا. والمشاريع الزراعية التعاونية زي الزواج، لما يكون فيها شركة ما حد بده يحسب، إذا بتبلش تحسب انتهى المشروع. الموسم اللي يكون عند بيان وأنا ما يكونش عندي، هي تعطيني بالموسم اللي هو عندها وأنا أعطيها بالموسم اللي هو عندي، يعني مقايضة بين الموسمين يعني. فعشان هيك بيكون طول الوقت في عندنا منتجات بيئية ومنتجات خالية من السموم. من هاي المنتجات أنا بصنع، هي بتكون مصنعيتها، أنا في أي معرض بشارك فيه أنا باخذ هاي المنتجات وهاي العينات وبعرضها كمنتجات بلدية، هيك بنعمل بيئة متكاملة، زراعة متكاملة بأقل تكاليف وضمن الإطار المحدود اللي عندنا. سوق الفلاحين أحد الفعاليات اللي منقوم فيها في مبادرة شراكة لدعم المزارعين ذوي الحيازات الصغيرة. دائماً الأسواق الكبيرة تأخذ من نصيب وحظ المزارع الصغير وذوي الحيازات الصغيرة، فبالتالي إحنا منشوف دورنا عشان نحافظ على موروثنا الثقافي والزراعي التقليدي، وعشان ندعم مزارعينا منحافظ على العلاقة المباشرة ما بيننا وبين المزارعين، نعرف قصصهم، نعرف عنهم كأشخاص وليس فقط كمنتجين وكآلة منتجة، بس أنا بعرف قصصهم، مسترجع نوع من أنواع النسيج المجتمعي اللي ضروري إنه إحنا نحافظ عليه. ثاني شغلة أنا بوفر عليه الوسيط اللي هو ممكن يدفع فيه مبالغ هائلة، وكمان بعمل جو اجتماعي لطيف الناس فيها بتتعرف على بعض، يعني هاي علاقة الثقة بخلقها بيني وبين المزارع، وبعرف من وين جاي الميرمية، بعرف من وين جاي الزيت، بعرف من وين جاي الجبنة، فبالتالي أنا بعرف إني بأكل أكل بلدي طبيعي، وبعرف مين المزارع اللي منتجه وشو ظروف إنتاجه وكيف بقدر أساعده لما أشتري منتج من عنده. نمو المدن عمره ما راح يوقف، بالتالي احنا بدنا نواكب هذا النمو من خلال الزراعه الحضريه ومن خلال تخضير كل المدن الفلسطينيه باي طريقه ممكنه، وبنفس الوقت انتاج الغذاء. انما الافضل انه الواحد يزرع بايده ويعتمد على نفسه ويعمل لحاله اكتفاء ذاتي. لازم نضلنا نروح على الارض ونزرع ونتواصل معاه، تواصلنا مع الارض بشبثنا وبيزيدنا قوة وثبات في الأرض. تشوف الأرض والإنسان والنبات والحيوان كلنا كنظام واحد ونشتغل مع بعض، مش ضد بعض ومش إشي على حساب التاني. الفلاحة البيئية لا، هي حالة من تطور وعي الفلاح وارتباطه بالأرض وعلاقته بالتربة وعلاقته بالمحيط اللي هو فيه، بالنباتات، بالتنوع. فبيبدأ شوي شوي هو من خلال المراقبة ينجح في هذا الموضوع. المهم بداية الطريق. ليش إحنا ما نصل لفكرة
أنا ليش دائما أكون عالي؟ أنا بعتبر الشعب اللي ضلوا يستورد عالي على الأمم الثانية. كيف إحنا بدنا نعمل حضارة؟ كيف إحنا بدنا؟ طول ما أنت حر ما حدا بفرض سيطرته عليك. يا محل الجو الهادي لولا الجدار الحلو الغلي والياسمين فيها النشامة تهلل للطيب.